مقادير او لا؟ اه هي ملهاش مقادير قوي يعني، انا هقول المكونات بس انتوا بقى وحسب ذوقكم يعني، عايزين تزودوا ايه تنقصوا ايه زي ما انتوا عايزين. ماشي. اول حاجه صبيت جمبري، فلفل احمر، شبت، خس اللي هو الكابوتشا، ولوز محمص، اناناس، اناناس للدريسنج. ممكن بدل اناناس يحطوا برتقال عادي. ممكن وممكن يعني لو حد ما بيحبش السويت اند ساور ممكن يشيل خالص الاناناس. اوكي. مايونيز لايت، مستردة، زيت زيتون، ليمون، ملح وفلفل. يلا بينا. بس شوف سهله ازاي.